الرياضة قد تكون أداة كفيلة بنقل أطفال سوريا اللاجئين إلى لبنان من جو الحزن إلى السعادة. فرانكو باريتزي لاعب فريق إي سي ميلان الإيطالي وجد في موهبته مكانا يساعد من خلاله هؤلاء الأطفال على تخطي صعابهم، فشارك في تأسيس مركز رياضي في مدينة عالي. أنا سعيد بحضور هذا الحدث وبافتتاح هذا الملعب الصغير الذي تمكنت جمعية ميلانو بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من تجديده لإتاحة الفرصة لكل الأطفال ليمارسوا الرياضة. المركز طورته جمعية ميلانو الخيرية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة وور تشايلد الخيرية. الهدف الأساسي هو كمان تنظيم نشاطات للأطفال، الأطفال اللبنانيين والأطفال السوريين، من أجل العمل على ثقافة السلام حتى يقدروا يتشاركوا الأماكن مطرح ما هن عايشين. ويفتح المركز الرياضي أبوابه للصبية والفتيات للاشتراك في أنشطته المختلفة. أنا مبسوطة لأن جيت ألعب هون وبدي شجع فريقي ليربح ولا إنه نعلينا مثلا كوتش ماريوة. أنا أجينا من سوريا بس الأوضاع مش مساوية، وأنا من حلب ومشان أجينا نلعب فوتبول مشان ننبسط. ويستوعب المركز الرياضي ما يزيد على 1000 طفل وطفلة من لبنان وسوريا. هذه الخطوة قد تكون الأولى من نوعها، إلا أنها قد تكون بادرة أمل لأطفال لم تسمح لهم الظروف الصعبة بأن يعيشوا طفولة حقيقية.